مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. اهلا ومرحبا بكم مع برنامج المؤشر، ومع هذه الفترة الثانية التي نتابع فيها معكم رابع جلسات هذا الأسبوع وهذا التراجع باللون الأحمر بعد ثلاث جلسات بدأنا فيها هذا الأسبوع على ارتفاع وعلى تماسك على مستوى جميع مؤشرات السوق وكذلك الشركات الصغيرة والكبيرة. ونتابع إن شاء الله تفاصيل هذه الجلسة المتراجعة مع الزميل عايد العنزي من استديوهاتنا في بورصة الكويت، وحياك الله أبو عبد الله. مساء الخير رائد، مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم. رغم التراجع واللون الاحمر ولكن هناك قوه شرائيه واضحه على كثير من الشركات وخاصه شركات التوزيعات او شركات اللي يعني راح تنضم للسوق الاول خلال شهر فبراير القادم. يعني هذه الشركات لها دور كبير جدا ودور فعال في حركه التداول في هذه الجلسه. لذلك مشاهدينا الكرام هي جلسه ايجابيه رغم وجود اللون الاحمر، وراح اتكلم عن هذه الجلسه مشاهدينا الكرام بالتفصيل، ولكن خلينا نشوف معاكم المؤشرات ومن ثم نعود شرح تفاصيل هذه الجلسه اللي حاليا في المنطقه الحمراء، لكن يتوقع مشاهدي الكرام ان تقلص الخسائر في نهايه هذه الجلسه، وكذلك يتوقع ان تنضم كثير من الشركات الى اللون الاخضر في نهايتها ان شاء الله، خاصه في ظل وجود قوه شرائيه كبيره جدا. الى المؤشرات بدايه، نشوف المؤشرات ومن ثم نبدا الحديث عن سوق ككل مشاهدينا الكرام، حتى نعطي مساحه كبيره جدا لشرح وافي للشركات القياديه تحديدا ودورها في هذه الجلسه. الحصيله واضحه مشاهدينا الكرام، خسائر 12 نقطه للسوق العام، 5633 نقطه كمية تداول 213 مليون فقط لا غير. هذه الكمية تمت من خلال 9027 صفقة، الصفقات أقل، الكمية مقبولة، القيمة كذلك أقل 37 مليون مشاهدينا الكرام. نصيب السوق الرئيسي 14 مليون و300، 14 مليون و300 لعبت دور رئيسي اليوم، يعني تجارة الجلسة الثانية على التوالي تلعب دور رئيسي في ارتفاع القيمة المتداولة وكذلك الكمية المتداولة في السوق الرئيسي اللي كميته 162 مليون، المتراجع حتى هذه اللحظة 7 نقاط رغم وجود تباين وكان في تذبذب في السوق مشاهدي الكرام خلال الجلسة. أما السوق الأول فيتراجع ب 14 نقطة ونصف النقطة، 14 نقطة ونصف النقطة. الوطني تراجع، الخليج تراجع طفيف، زين، شركات توزيعات وضعية إيجابية، أجيلتي كذلك وضعية إيجابية، أكثر من شركة مشاهدينا الكرام اليوم نشاطها جدا ممتاز، مشاريع الكويت تدخل على الخط، ومشاريع الكويت كذلك من ضمن شركات التوزيعات، كذلك شركة البورصة من ضمن شركات التوزيعات اليوم نشطة للغاية بالنسبة للسوق الأول ككل. الوضع جدا إيجابي لشركات التوزيعات مشاهدينا الكرام في هذه الجلسة، كذلك في إضافة أخرى راح أضيفها مع دخولنا بتحليلنا للسوق الأول، ونلاحظ اليوم أن مجموعة الخرافي هي الأفضل وهي الأبرز في هذه الجلسة. مجموعة الخرافي تتكون من عدة شركات راح أذكرها مشاهدينا الكرام، مجموعة الخرافي هي الأوضح وهي الأنشط في هذه الجلسة بدخول واضح على معظم شركات هذه المجموعة. شوف معاكم السوق الأول، الوطني مشاهدينا الكرام، ومن ثم بقية الشركات القيادية الأخرى، ولكن الأوضاع تسير نحو الأفضل، تسير نحو الإيجابية، تسير نحو قوة شرائية كبيرة جدا في هذه الجلسة على بعض الشركات خاصة الوطني، رغم أنه متراجع 849 لكن اليوم في شراء 5 مليون و300، ولاحظ إقفال المزاد حاليا راح يكون في دخول جدا ممتاز في إقفال المزاد. الوطني يطلب 937 724 ألف، بطلب قوي جدا مشاهدينا الكرام. أما العرض 810 480، كذلك يطلب بنك الخليج 240 119 ألف، معروض 209 159، الخليج ممكن يكون عند مستوى هذا المستوى 217 ب 4 مليون و300، ولكن يمكن الدخول في اللحظات الأخيرة باجي تو الناس. الدولي متراجع في هذه الجلسة، برقان كذلك متراجع في هذه الجلسة، بيتك يطلب طبعا بيتك على أقفاله لكن يطلب حاليا 765 بالحد الأعلى 680 ألف. بيتك متماسك، أفضل البنوك تماسكا بيتك، أفضل البنوك تماسكا بيتك الفترة الأخيرة 4 مليون و500. بنك بوبيان يتراجع، مشاريع الكويت اليوم تدش على المنطقة الخضراء وتدش في اليوم بتداولات جدا جيدة 1 مليون و200 تقريبا. المباني كذلك مستوى 700 في كابوس عند هذا المستوى، صار فترة توصل عنده وترد مرة ثانية، لكن اليوم عند 700، لكن هل يكون الاختراق في إقفال المزاد؟ ممكن، ليش لا. الصناعات الوطنية متراجعة في هذه الجلسة، طبعا في طلبات جيدة مشاهدينا الكرام. بوبيان كيماويات مستقر زي الجرين على تراجع، وتطلب الجرين حاليا مستوى 400 فلس 38 ألف، والعرض 342 فقط لا غير. اجيلتي كذلك بوضعية ممتازة 724، برغم أن وجود تراجعها أثناء الجلسة بداية الجلسة تراجع تقريبا 3 فلوس، ولكن سرعان ما عكست اتجاهها بقوة لتذهب إلى المنطقة الخضراء وبشراء يقارب 3 مليون. زين وهي من الشركات النشطة مشاهدينا الكرام، تطلب بالحد الأعلى زين 688 522 ألف، معروضة 595 263، وآخر صفقة 627، يعني نشاط جدا ممتاز لزين في هذه الجلسة. مثل ما قلنا ونعيد ونكرر، زين
لديها توزيعات لن تقل عن 30%، هذا ما صرحت فيه الجمعية العمومية في السنة الماضية للسنوات لمدة 3 سنوات، هذا بالنسبة لزين. أما طبعا مثل بيتك كذلك ذكرت أنا بيتك سابقا وذكرته يوم أمس، بيتك لديه أرباح جيدة في الربع الرابع. شلون أرباح بالربع الرابع جيدة؟ عنده مخصص من تسوية أعيان ما يقارب 14 مليون دينار راح تكون في أرباح بيتك في الربع الرابع، مع عودة اقتصاد القروض، مع عودة النشاط المصرفي للبنوك ككل، ولكن بيتك هو الأكثر استفادة خاصة من هذه الناحية اللي هي من ناحية المخصص. أما الأهلي المتحدة البحريني فيتراجع في هذه الجلسة. بنك ميزان، بنك وربا آسف متراجع، ميزان المتراجعة المتكاملة على استقرار، وإذا استمر هذا الوضع راح تراجع المتكاملة. شمال الزور المتراجع في هذه الجلسة. البورصة الدينار 140 دينار و 140 لكن ممكن تتراجع مشاهدين الكرام 494. لذلك هذه الجلسة مشاهدين الكرام هي جلسة إيجابية، جلسة خضراء، جلسة مجموعة الخرافي اليوم النشطة للغاية في هذه الجلسة. لذلك نلاحظ أغلب شركات هذه المجموعة وجميع شركات هذه المجموعة في المنطقة الخضراء، الكيبلات، السفن، الاستثمارات وزين، أربع شركات فيهم نشاط، أربع شركات فيهم إيجابية، أربع شركات فيهم دخول واضح، شركات تقريبا توزع مشاهدين الكرام. لذلك الدخول على هذه المجموعة واضح للعيان، ولاحظنا النشاط الإيجابي على هذه المجموعة وهي من قاد التداولات في هذه الجلسة. نكمل معاكم السوق الرئيسي ونشوف وضعية هذا السوق مشاهدي الكرام في هذه اللحظات، واللي لم يتبقى على إقفال المزاد تقريبا إلا دقيقة، ونشوف يعني راح يصير في إقفال المزاد بالنسبة لبعض الشركات في السوق الرئيسي، هل راح تعدل، هل راح تتراجع، رغم أن وجود اليوم مبشرات في بعض الشركات، واضح مبشرات الارتداد لهذه الشركات، لكن نشوف مع إيش راح يصير مشاهدينا الكرام في اللحظات الأخيرة. عندي أنا الأهلي على استقرار، عندي المتحد على تراجع، عندي التسهيلات على تراجع، عندي إيفا ترتد ولكن ارتداد خجول في هذه الجلسة مشاهدين الكرام، تعرض حاليا 69.5 يعني راح تفقد بعض المكاسب، تداولها اليوم أقل من المعتاد 1,500,000، استثمارات الوطنية 142، استثمارات الوطنية 142 وثواني وندش المزاد، ثواني وراح ندش المزاد. الساحل 48، الساحل راح يكون دخول قوي جدا لكن في عرض 47.9، لذلك الساحل راح يذهب إلى المنطقة الخضراء بيت الأوراق المالية، كذلك بالعرض أكثر بالطلب حاليا، أرزان بتراجع مشاهدينا الكرام، نشوف ايش راح يصير في نهاية هذه الجلسة. إيه تطلب 70 ولكن معروضة تعرض 69.450,000. لاحظ أنا قاعد أراقب جميع الشركات في اللحظات الأخيرة مشاهدينا الكرام، المركز المالي بوضعية جيدة، المركز المالي قاعد يستجيب لكلامنا ولكن بضعف شديد جدا. كميفك المتألقة مشاهدينا الكرام عنده أرباح جدا ممتازة في 9 أشهر و126 في هذه الجلسة، وبدأ فيها التداول بعد أن كان هناك خمول واضح لهذه الشركة. الأولى توقعنا الارتداد الإيجابي في هذه الجلسة، توقعنا وضعية ممتازة، تهاول أول في المنطقة الخضراء ولكن سرعان ما تعرضت لضغط بيعي، وفي هذه اللحظات كذلك التعرض لضغط بيعي كبير. الأولى الاستثمار 42 مع تعرض 952، تعرض 42.952 ودشينا المزاد مشاهدينا الكرام. الخليجي اليوم في منطقة خضراء، أعيان كذلك بضغط بيعي واضح في هذه الجلسة لكن ممكن لا ما راح تعدل أعيان، راح تكون على 95. واللحظات الأخيرة مشاهدينا الكرام ووضعية هذه الجلسة في نهايتها مشاهدينا، ونشوف ايش راح يصير لبعض الشركات القيادية. الطلبات قاعدة تزيد على بعض الشركات القيادية، وها هو الإقفال. الوطنية تراجع في السين، الوطنية تراجع في السين مشاهدينا الكرام في نهاية هذه الجلسة، ونلاحظ الوطني في السين، ولحد الآن وطني صفقات كثيرة 37 مليون لحد الآن، شوف ايش راح يصير، هل نذهب إلى 40 مليون؟ ممكن، ليش لا. الخليج تراجع فلسين 39.8 مليون، قريبين من 40 مليون مشاهدين الكرام. برقان بفلس واحد، بيتك يرتفع بفلس واحد، بيتك بالارتفاع مشاهدين الكرام، منطقة الخضراء لبيتك، وبعد بيتك عندي أنا نشوف ايش راح يصير. بنك بوبيان يتراجع، بريق في المنطقه الخضراء، المساكن المنطقه الخضراء الخصوصيه على تراجع، استثمارات وطنيه باربع فلوس، استثمارات وطنيه 142 حاليا، استثمارات وطنيه البيت على تراجع، الساحل بارتفاع، الاولى على تراجع ب6 أعشار الفلس، الاولى بتراجع، اعيان بتراجع ب4 أعشار الفلس، سلام بتراجع، يعني شركات كثيره تتراجع مشاهدينا الكرام، والسوق الاول قلص خساره، وربا للتامين على تراجع، الوطنيه العقاريه باستقرار، عربيه عقاريه والمباني بارتفاع، اربع فلوس المباني تخترق حاجز 700.
عيال عقارية، تجارة كذلك بلون أخضر، أركان بلون أخضر، مدينة الأعمال بلون أخضر، صناعات على تراجع، كيبلات 12 فلس صعودا، السفن 26 فلس صعودا، بوبيان كماويات مشاهدين الكرام على تراجع، المعدات القرين على تراجع، أجلتي بتسع فلوس لأجلتي، أجلتي تغرد عاليا مشاهدين الكرام، إشاعات كثيرة حول أجلتي مشاهدين الكرام وإدراجها في أسواق عالمية، لذلك النشاط واضح على أجلتي الفترة الأخيرة. زين بارتفاع فلسين لزين، زين ارتفاع فلسين بنهاية هذه الجلسة، والمعامل على ارتفاع، هيومن سوفت على استقرار، بتر وقلف المنطقة الخضراء، إيفا فنادق تحول المنطقة الخضراء المشتركة بارتفاع، يوباك بتراجع، وبعد يوباك عندي منتزهات في المنطقة الخضراء بفلس وسبعة أعشار الفلس، الجزيرة بارتفاع، الأهلي المتحد البحريني المتراجع، بنك وربة على تراجع كذلك المتكاملة بتراجع، شمال الزور مشاهدينا الكرام بتراجع، ونشوف شمال الزور البورصة بارتفاع سبع فلوس لشركة البورصة، تجارة هذا بعد المزاد، الشراء بعد المزاد والنشاط الواضح مشاهدينا الكرام، المعامل، الجزيرة، البيت، هيومن سوفت، يوباك وقفنا حاليا، بيتك بارتفاع، الحصيله 8 نقاط و7 اعشار النقطه مشاهدينا الكرام، 8 نقاط و7 اعشار النقطه هي خسائر السوق العام في هذه الجلسه 5636 نقطه، فيما السوق الاول كان متراجع 15 نقطه وشوي، حاليا تراجع 11 نقطه و6 اعشار النقطه، الكميه المتداوله ارتفعت الى 222 بصفقات 9500 وبقيم 40 مليون دينار كويتي بالكمال والتمام. 40 مليون بالكمال والتمام مشاهدينا الكرام، ونصيب السوق الرئيسي 14 مليون و900 والمتراجع بنقطتين ونصف النقطه. هذه هي الجلسه مشاهدينا الكرام، جلسه ايجابيه، جلسه خضراء، مجموعه الخرافي هي المتالقه في هذه الجلسه من حيث اربع شركات جميعها في المنطقه الخضراء وبقوه شرائيه كبيره جدا وبكميات كبيره، فيما بقيه الشركات الاخرى تتعرض لعمليه جني ارباح مستحق بعد صعود الايام الماضيه، ثلاث ايام وهي على صعود جني ارباح مستحق، ولكن في شركات أخرى وضعيتها جدا إيجابية، ولاحظنا النشاط الممتاز على أكثر من شركة في السوق الرئيسي في هذه الجلسة. لذلك مشاهدينا الكرام نذهب مباشرة ونشوف تحليل واضح وصريح وسريع على بعض الشركات القيادية، ومن ثم نكمل مسيرة السوق الرئيسي ونشاطه في هذه الجلسة، ونتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع. ونذهب مباشرة مشاهدينا الكرام ونتمنى الإقفالات تكون إيجابية لبعض الشركات خاصة اللي تراجعت وعدلت مرة ثانية، ممكن يكون هذا الوضع بالنسبة لها إيجابي في نهاية هذه الجلسة. الشريط شقال لمن الحين، الشريط شقال، عيان العقارية اليوم تدخل الخط مشاهدينا الكرام بصعود واضح لعيان العقارية، عيان تتراجع عند مستوى 95.1 تطلب في هذه اللحظات، زين بارتفاع فلسين، جياد تتراجع بثلاث اعشار الفلس، هذا هو الارتفاع اليوم، منتزهات كذلك باقفال مزاد، اقفال مميز لمنتزهات، يعني بعض الشركات وضعيتها جدا ايجابيه، الحصيله واضحه، الوطني فلس واحد تراجع له فلسين 6 مليون و260، البنك الخليج كذلك 217، الدولي وبرقان في المنطقه الحمراء، بيتك مثل ما ذكرت انا قبل شوي، بيتك هو الابرز يقترب من حاجز 700 5 مليون و200، بنك بوبيان ومشاريع تراجعت بعد ان كانت في المنطقه الخضراء، المباني تخترق حاجز 700 فلس الى 702 ارتفعت فلسين في اقفال المزاد، الصناعات الوطنيه بوبيان القرين في المنطقه الحمراء اجلتي ارتفعت اكثر في اقفال المزاد مشاهدينا الكرام 726، وكذلك زين ارتفعت فلس واحد في نهايه هذه الجلسه ب 6 مليون و400 تداولها، شركة البورصة بارتفاع جدا جيد مشاهدينا الكرام بتسع فلوس تقريبا بنشاط ممتاز، ذاك الاهلي المتحد البحريني، بنك وربة، ميزان، المتكاملة، شمال الزور، جميع هذه الشركات في المنطقة الحمراء، هذا بالنسبة للسوق الأول وسريعا. أما بالنسبة للسوق الرئيسي فنلاحظ ارتفاع المتحد الكويتي اليوم، الأهلي الكويتي، وارتفاع لإيفا في هذه الجلسة، ارتداد لإيفا فقط، ارتداد يعني بعد أن حاش الدعم 68 ارتدت منه إيفا مرة ثانية، ونتمنى استكمال النشاط خاصة من ضمن الشركات الشعبية والاستثمارات الوطنية اليوم تغرد عاليا، وهي مجموعة الخرافي اللي اليوم لها دور كبير جدا هذه المجموعة في تحرك السوق ككل 142، ولا نقفل بين الاستثمارات الوطنية سوف تنضم في شهر فبراير القادم إلى السوق الأول وإلى الشركات القيادية مع ألافكو، مع أكثر من شركة، مع عقارات الكويت، مع الامتياز، وأعتقد أن والكيبلات، هذه الشركات جميعها سوف تذهب إلى السوق الأول. ونلاحظ كميفك اليوم بوضعية جيدة، كميفك مشاهدين الكرام سوى نشط الأولى، تراجعت تراجع لمستوى 42 مشاهدين الكرام ب 14 مليون تداولها الخليجي بارتفاع، وتراجع لأعيان في هذه الجلسة تطلب حاليا أعيان 540 ألف، السلام، اكتتاب، المدينه بعد ان كانت مجموعه المدينه امس في المنطقه الخضراء اليوم تتراجع، نور اليوم تسجل مستوى قياسي مشاهدينا الكرام لم تسجله منذ سنوات 187، ونلاحظ كذلك التمدين بارتفاع والامتياز كذلك من ضمن شركات السوق الاول اللي راح تكون في شهر فبراير القادم في المنطقه الخضراء، ونلاحظ مشاهدينا الكرام وثاق بارتفاع، عقارات الكويت كذلك باستقرار، عربيه عقاريه والانماء العقاريه 51.3 للانماء العقاريه، لكن الكميه قليله جدا للاستثمار للانماء
التجارية اليوم مستوى الـ 117، أعيان العقارية كذلك بارتفاع جيد، وارتفاع كذلك للعقارية لتجارة اليوم 56 مليون بعد تراجعات الأمس الحادة والكميات المتداولة بعد خروج شركة السند للأسهم والعقارات من هذه الشركة تملك كانت 10%، حاليا خروج واضح بعد خروج الملكية من موقع البورصة التعمير بارتفاع وأركان وارتفاع لمدينة الأعمال ومنازل وارتفاع لمينا والمدن وأسمنت الكويت وكيبلات اليوم 762 مطلوبة في هذه اللحظات، السفن كذلك مطلوبة 426، وإحنا قلنا اليوم الصبح مع أول صعود قلنا اختراق مستوى الـ 404 للسفن تغرد عاليا، وهو تحليل فني ليس إلا 8 مليون و900 اليوم، معانا اليوم فقرة التحليل الفني الأستاذ نواف العون. المعادن بارتفاع، السكب كذلك بارتفاع مشاهدينا الكرام، ولاحظ بترو غلف وبيت الطاقة وإيفا فنادق والمشتركة وكذلك آبار وارتفاع لمشاعر وارتفاع للجلسة الثانية على التوالي ومنتزهات كذلك تغرد بإيجابية والجزيرة، ونلاحظ اليوم الفجيرة بارتفاع جيد، جي اف اتش يستكمل مسيرة الصعود ولكن قارب لنا أنفست اليوم في هذه الجلسة وبصعود واضح أنفست يخترق حاجز 70 فلس بعد أن كان يتداول تحت هذا الحاجز لفترة طويلة، اس تي سي اليوم بارتفاع جيد وكذلك مساكن وبريق القابضة جميعهم في المنطقة الخضراء، يعني جلسة رقم اللون الأحمر مشاهدينا الكرام، ولكن هي وضعية جيدة وإيجابية لكثير من الشركات، ومجموعة الخرافي هي المتألقة وهي النشطة في هذه الجلسة. نتمنى غدا جلسة ختام الأسبوع أن تكون جلسة أفضل من هذه الجلسة إن شاء الله، ونشوف اللون الأخضر إن شاء الله. وكل شكر لك رائد ولمشاهدينا الكرام. شكرا لك عايد، يعطيك العافية. إذا مشاهدينا الكرام، هكذا مثل ما أشار الزميل عايد إلى أنها يعني لون أحمر لكنه بإحساس وأيضا بشعور اللون الأخضر والتماسك والإيجابية اللي أيضا خلف هذا اللون الأحمر على السوق وعلى شركات السوق. تعليقك أبو سعد حياك الله، أنت معنا اليوم طبعا في يوم الأربعاء دائما في الوقفة الفنية، حياك الله وتعليقك على الجلسة. الله يحييك، في البداية مسي عليكم ومسي على السادة المشاهدين الكرام. شوفك استغربت لما قال هو لون أخضر. نعم، هو مثل ما تفضل يمكن أبو عبد الله قبل شوية أن جلسة ظاهرها أحمر وباطنها أخضر، هو فعلا يعني عملية التصحيح في المستويات الحالية كانت جيدة، خصوصا أن صاحبها فتور وشفنا نوع من تقليص هذه الخسائر والارتداد في النصف الأخير من الجلسة، وكانت إشارة جيدة على استمرار عملية الصعود، واللي نتوقع إن شاء الله في جلسة الغد أن تكون جلسة خضراء بإذن الله تعالى. لكن المستويات اللي تم التراجع منها في نتكلم عن جلسة اليوم، كانت إحنا نتكلم عن مستويات مستحقة من الجانب الفني، خصوصا أن السيولة لم ترتفع عن الجلسات السابقة حتى تمكن المؤشر من استمرار عملية الصعود، خصوصا نتكلم عن مؤشر السوق العام واللي يصل إلى مستويات نتكلم عن 5660. هذه المناطق اللي بدأ التراجع منها جلسة الأمس كانت أعلى نقطة عند مستوى 5650 تقريبا، واللي بدأت عمليات التراجع هذه المنطقة اللي طبعا ذكرناها منذ أكثر من شهرين واللي كنا نتحدث عنها في السابق، واللي مجرد ما أنتم الوصول لها شفنا نوع من التراجع، لكن هذه التراجعات لم تكن تراجعات حادة بل صاحبها نوع من الشراء، وشفنا انتقال للسيولة إلى مجاميع لم تتحرك في السابق. هذا الأمر اللي يعني نقول إحنا كان له تأثير على تماسك المؤشرات بشكل عام، ويعني محافظة السيولة والأحجام على معدلات جيدة لا تدعو للقلق أو تعطي إشارة على استمرار عملية الهبوط في الجلسات القادمة. ممتاز، ندخل الآن على الشارتات. نعم، بالنسبة لمؤشر السوق العام هذه طبعا كانت نظرتنا منذ أكثر من شهرين، إحنا نتكلم من بداية شهر نوفمبر الماضي، حاليا احنا نتكلم في الشهر الثالث واحنا نسير داخل هذا النطاق بافريج نتكلم عن 300 نقطة بين مستوى 5370 الى مستوى 5660. هذه المنطقة اللي انحصرت فيها التداولات بالنسبة لمؤشر السوق العام، واللي نحتاج اختراق مستوى 5660 حتى يستمر الصعود الى مستوى 5800 واللي كان يمثل اعلى نقطة، او كسر مستوى الدعم 5370 وتتغير حركة الاتجاه الى اتجاه هابط. لكن احنا كنا نرجح السيناريو الايجابي بما ان مؤشر السوق العام والمؤشرات الرئيسية الثلاثة تسير في قناة صاعدة، هذا اللي يرجح لنا عملية استمرار عملية الصعود، خصوصا هذه المناطق تعبر عن مناطق ما يسمى بإعادة التجميع بالنسبة لكثير من الاسهم، لذلك نلاحظ ان كثير من الأسهم خلال الفترة الماضية كانت تداولاتها أفقية وجانبية، هذا يعطي انطباع عن عملية التجميع والتكتيك بالنسبة لكثير من الأسهم بالذات الأسهم الصغيرة ومكونات مؤشر السوق الرئيسي، واللي
طبعا يبشرنا بأن القادم أفضل وسيكون هناك حركة صاعدة بالنسبة لكثير من القطاعات والأسهم الصغيرة. لو انتقلنا طبعا إلى الشارت التالي راح نلاحظ مجرد ما تم الوصول إلى مستوى 5660 أو 5630 هذه المنطقة منطقة المقاومة بدأنا بالتراجعات، حددنا من خلالها طبعا مستوى الدعم 5525. ولو انتقلنا إلى الشارت التالي راح نلاحظ كيف بدأت عمليات التراجع، كان هناك دعم لحظة عند مستوى 5570، تم كسر هذا المستوى واستمرت عمليات الهبوط حتى وصلنا إلى مستوى 5525 اللي راح نلاحظها في الشارت التالي واللي من خلالها تبين لنا عملية الارتداد. وضحنا بأن مستوى الدعم الذي تم كسره تحول إلى مستوى مقاومة، مجرد ما يتم اختراقه إن شاء الله راح تستمر عملية الصعود. نلاحظ في الشارتات الحديثة احنا نتكلم عن عملية الانطلاقة من مستوى 5525 كمستوى دعم واللي كنا نعتقد بأن تنتهي عملية التصحيح عند هذه المستويات، وبالفعل طبعا مجرد ما ان تمت عمليه الارتداد من هذا المستوى تمكن مؤشر من اختراق مقاومات اللحظيه عند مستوى 5590. ذكرنا بان المستوى المستهدف حاليا منطقه المقاومه عند مستوى 5660 اللي راح تتضح في الشارت التالي، راح نلاحظ كيف تم الاقتراب طبعا من مستوى 5660 في جلسه الامس، تم الدخول في هذه المنطقه الصفراء عند مستوى 5660 وكانت اعلى نقطه عند مستوى 5650. بدأت التراجعات في جلسة اليوم، تراجعاتنا اليوم كانت محدودة، كانت جيدة، ومثل ما ذكرنا أن لم يصاحبها عمليات بيع أو عمليات تخارج كبيرة تعطي انطباع سلبي، بالعكس احنا حتى نتائج جلسة اليوم كانت الشمعة إيجابية تعطي انطباع عن استمرارية عمليات الصعود، و طبعا حاجة المؤشر مثل ما ذكرنا لسيولة أعلى وزخم أكبر حتى يمكن المؤشر من اختراق مستوى 5660، وهذا اللي نتوقع خلال الفترة القادمة حتى يتم بلوغ مستوى 5800 كهدف حالي بالنسبة لحركة مؤشر السوق العام. ممتاز. الآن السوق الأول ومستوى 6157 نقطة. نعم طبعا إذا انتقلنا إلى مؤشر السوق الأول، أيضا في السابق حددنا مستوى 6300 كمنطقة مقاومة وصولا إلى مستوى الدعم 5865، واللي لاحظنا أيضا حركة متأرجحة أفقية جانبية بالنسبة لمكونات مؤشر السوق الأول، وهذا يعطينا انطباع أيضا عن عملية التذبذب اللي تطال جميع المؤشرات أو الأسهم القيادية ومكونات مؤشر السوق الأول، واللي بدأنا نشهد نشاط وتحرك لها خلال هذا الأسبوع، واللي كانت منذ بداية هذا الأسبوع كانت تحركاتها إيجابية وعلى ارتفاع مصحوبة بتداولات جيدة. الأمر اللي طبعا من خلاله لاحظنا استمرارية عملية التذبذب واستهداف مستوى 6300. طبعا لو ننتقل إلى الشارت التالي راح نلاحظ طبعا هذه في حركة سابقة، نتكلم في بداية شهر يناير شفنا هذه التحركات اللي سرعان ما طبعا تراجع منها المؤشر بعد ما تراجعت السيولة والأحجام. ولو انتقلنا للشارت التالي راح نلاحظ مستوى 6400 مستوى 6040 الذي تماسك عند المؤشر كمستوى دعم وبدأت عمليات الارتداد. وضحنا بأن المقاومة 6100 مجرد ما يتم اختراقها سنشهد حركة أكثر انسيابية وتحرك يعني يميل للإيجابية بشكل أسرع، ويكون هناك تحرك بالنسبة للمستويات السعرية لمكونات مؤشر السوق الأول بشكل أفضل، وهذا طبعا ما شهدناه مجرد ما تم اختراق مستوى 6100 واللي راح نلاحظه من خلال الشارت التالي. هنا طبعا كانت آخر ملامسة لمستوى 6100 قبل عملية الاختراق، والشارت التالي راح يوضح لنا عملية اختراق مستوى 6100 واللي حول هذا المستوى إلى مستوى دعم. استمرت عملية الصعود، لدينا قمم أو نتكلم عن مقاومات لحظية قريبة عند مستوى 6180 واللي لم يتمكن المؤشر من اختراقها في جلسة الأمس، اقتربنا من هذه المستويات وتمت عمليات التراجع، لكن ما زالت الحركة إيجابية ونتوقع اختراق هذا المستوى واستهداف مستوى 6300 و6260 المنطقة الموضحة كمنطقة مقاومة حتى يتم اختراقها وتستمر عملية الصعود إلى مستوى 6465. ممتاز. السوق الرئيسي 4610 نقاط. نعم طبعا بالنسبة لمؤشر السوق الرئيسي ذكرنا في السابق بأن هناك هدف عند مستوى 6460، قبل الوصول إلى هذا المستوى سيكون هناك مقاومة عند مستوى 4605، وبالفعل مجرد ما تم الوصول إلى هذا المستوى لو ننتقل للشارت التالي راح نشوف شلون تمت عملية التراجع من مستوى المقاومة 4605، وحددنا من خلالها مستويات الدعم 4527 و4505. هذه المستويات نعتقد بأن تنتهي الحركة التصحيحية عند هذه المستويات ويتم
عمليات الارتداد حتى يتم الوصول إلى مستوى الهدف 4640، واللي لاحظ من خلال الشاط التالي كيف تم الوصول إلى مستوى الدعم 4505 وبدأت عملية الارتداد. وضحنا في الأسبوع الماضي بأن هناك حركة قمم هابطة بالنسبة لمؤشر السوق الرئيسي، واللي من خلال تشكلت بعض النماذج الإيجابية من ضمنها نموذج المثلث، المثلث المتماثل، ويعطينا إشارة عن استمرارية عملية الصعود. وبالفعل مجرد ما تم اختراق مستوى 4605 اللحظة في الشارت التالي كيف تمت التحركات، هذه طبعا آخر ملامسة لمستوى 4605 قبل عملية الاختراق، والشارت التالي راح يوضح لنا عملية الاختراق اللي كانت فوق مستوى 4605 ارتفعنا إلى مستوى تصل إلى 4620 أو 4625 بفارق 15 نقطة، وما زال مستوى 4640 مستوى مستهدف. مجرد ما يتم اختراق هذا المستوى تستمر عملية الصعود إلى مستوى 4800 كهدف رئيسي بالنسبة لحركة مؤشر السوق الرئيسي إن شاء الله. شكرا لك، يعطيك العافية المحلل الفني الأستاذ نواف العون على كل هذه الإيضاحات الفنية، والشكر موصول لكم مشاهدي ومتابعين برنامج المؤشر. نلقاكم إن شاء الله على خير، نتابع معكم تداولات ختام جلسات هذا الأسبوع في يوم الغد. لذلك الحين نترككم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.